أهلا بكم من جديد. تحتفل أسرة برنامج استوديو الرياضة بالعام الجديد يوم الخميس المقبل بإطفاء الشمعة 12 وإيقاد الشمعة 13 من عمر البرنامج الذي بثت حلقته الأولى في الخامس من كانون الثاني عام 2005. أيضا أعزائي المشاهدين، الشكر موصول لمنتدى كرة عراقية على تهنئتي بفوزنا بلقب أفضل إعلامي لعام 2016 في الاستفتاء السنوي الذي أجراه بمشاركة الآلاف من رواده، وهذا بالتأكيد هو أيضا إنجاز آخر لبرنامج استوديو الرياضة ولقناة الحرة بعد ما نال البرنامج ولنا العديد من الجوائز والألقاب خلال الأعوام الاثني عشر الماضية. وكذلك فزنا أو البرنامج فاز في العديد من الاستفتاءات واختير أكثر من مرة كأفضل برنامج في العراق وفي المنطقة العربية. أيضا شاركنا في عدة مسابقات وكان لنا نصيب من الفوز فيها. شكرا مرة أخرى لمنتدى كرة عراقية ولكل رواد الكرام الذين شاركوا في استفتاء السنوي.